صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند. برحب بيكم ومن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، ومعاكم من النادي الاهلي لمعرفه اهم واخر الاخبار هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن بنبدا بدرجه الحراره النهارده. الجو النهارده جميل جدا، يمكن درجه الحراره لا تتعدى 30 درجه مئويه. الرطوبه نسبتها معقوله جدا، في نسمه هواء خفيفه مخليه الجو كويس جدا. يمكن اقبال كبير من الاعضاء النهارده في يوم الاثنين، يمكن معظمهم زي ما ذكرنا برده في الايام الماضيه من كبار السن اللي بيحرصوا على تجاذب الاطراف الحديث والجلوس وسعاده الذكريات داخل النادي الاهلي. كمان في حاله كبيره من الفرق الرياضيه هنا، سواء على حمام السباحه او في الصاله المغطاه او كمان في مجمع الاسكواش، في تدريبات لمختلف الاعمار. يا رب نتمنى انه يخرج منهم ابطال للنادي الاهلي في المستقبل، يشرفوا ويرفعوا اسم الاهلي دايما كالعاده. يمكن ابرز الاحداث بقى او اعلان لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم في ساعه مبكره من صباح اليوم عن موعد بقيه جولات الدوري العام. يمكن كمان اعلنوا ماتشين في دور ال 16 من كاس مصر، وكمان ماتشين من دور الثمانيه. يمكن ابرز المواعيد او مواعيد النادي الاهلي فيما تبقى بقى من مباريات الدوري العام. ان شاء الله النادي الاهلي هيبقى يوم السبت 19 سبتمبر الجاري، هيبقى في مباراه الاهلي هيستضيف فيها المقصه الساعه 8 على استاد القاهره. يوم الاربعاء 23/9 الاهلي هيحل ضيف على اف سي مصر الساعه 8 في استاد الكليه الحربيه. كمان يوم الاحد 27/9 الاهلي هيحل ضيف على طنطا باستاد المحله في الخامسه والنصف عصرا. بعد كده في مباريات الاسبوع ال 31 النادي الاهلي هيبقى ضيف على او يوم 31 او يوم 30 سبتمبر الجاري هيبقى مباراه كاس مصر بين الاهلي والترسانه، ودي هتبقى الساعه 8 على استاد الاهلي والسلام الساعه 8 مساء. ان شاء الله في حاله فوز النادي الاهلي هيقابل ابو قير للاسمده، ولكن لسه لم تحدد ميعاد المباراه دي. بعد كمان الاسبوع ال 31 الاهلي هيستضيف المقاولين الساعه 8 مساء على استاد القاهرة، ويوم الأربعاء 17 يبقى الأهلي هيبقى على ضيف على إنبي في استاد الأهلي والسلام الساعة 8 مساء، والأهلي وبيراميدز هيبقى يوم الأحد 11/10 على استاد القاهرة في الثامنة مساء. يتبقى للنادي هتبقى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش، دي لم تحدد لسه مواعيد الجولة الأخيرة. يمكن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم قال أرجأنا تحديد الجولة الأخيرة من مسابقات الدوري، لأن دي هيبقى بشكل كبير حسم المقاعد، سواء الأندية اللي هتهبط للدرجة الثانية أو الصراع على المربع الذهبي فيما عدا المركز الأول اللي الأهلي إن شاء الله يتوج بيه النهاردة في مواجهته أمام الاتحاد. فقال احنا عشان نقدر نعمل المباريات اللي هتبقى حاسمه في نتيجتها في توقيت واحد. يمكن الملاحظ كريم ونهواند ان مباراه الاهلي باستثناء مباراه المقصه معظمها هتبقى حد واربع، فان شاء الله هيبقى تغطيتها والحديث عنها هيبقى معاكم ان شاء الله في 10 الصبح من الاهلي. يعني يمكن دي مصادفه غريبه ان كل المباريات باستثناء مباراه المقصه هتبقى حد واربع، مفيش ايام تاني غير هي الايام دي هيبقى فيها مباراه الاهلي القادمه كلها. نروح بقى في اخبار الفرق الرياضيه، ويمكن بنبدا بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ان شاء الله النهارده مباراه الجوله 27 امام الاتحاد السكندري 8:30 مساء على استاد برج العرب. النهارده ان شاء الله تبقى مباراه الحسم والتتويج والوصول للنقطه 74 والوصول للقب السنه 40 في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله درع الدوري يستقر في مقره الدائم في النادي الاهلي بالجزيره. كمان هنروح لفرقه الطايره النهارده اللي تتويجها رسميا النهارده بطولة الدوري العام رقم 32 والثالثة على التوالي. النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله هيقابل الزمالك الساعة 6 على الصالة المغطاة باستاد المقاولين العرب. المباراة هتشهد تتويج النادي الأهلي رسميا بالدرع بعد انتهاء أحداث المباراة، خاصة النادي الأهلي حسم البطولة في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش بعد الفوز 3-1. نروح من كرة الطايرة لكرة السلة، ويمكن النهاردة إن شاء الله يعني في مباراة أول مباريات نهائي دور السوبر للسيدات، يمكن هتبقى ثلاث مباريات هتجمع الأهلي وسبورتنج. المباراة الأولى النهاردة إن شاء الله يمكن كان مقرر ليها الثالثة مساء، لكن تم تعديلها من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة وهتقام في الثامنة والنصف مساء. النهاردة أول مباراة من الثلاث مباريات اللي هتحسم اللقب دوري المحترفين بإذن الله. أول مباراة هتبقى النهاردة 14 سبتمبر، المباراة القادمة 16، والمباراة الأخيرة والحاسمة لو احتجنا ليها هتبقى يوم 18 سبتمبر الجاري. في نفس الصعيد أو في كرة السلة نروح لفريق الرجال، وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي توقف المفاوضات أو صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب عاصم أحمد مرعي لاعب المصري المحترف في ألمانيا، وذلك لمغالاة اللاعب في المبلغ الذي تتقاضاه، ودوت للحفاظ على استقرار الفريق واتباع السياسة العامة اللي اتبعها النادي الأهلي في التعاقدات. نروح لكرة اليد، ويمكن الاتحاد المصري لكرة اليد أعلن استكمال دوري المحترفين رجال لهذا العام.
بقوائم الفرق للموسم الجديد. يعني هنكمل عادي الموسم الحالي ولكن هيتم استكماله بالقوائم الجديدة اللي الأندية بتعدها خلاص للموسم الجديد بإذن الله. نروح كمان لسيدات كرة اليد، يمكن إن شاء الله بكرة المباراة الختامية لدوري السيدات لكرة اليد، المباراة هتجمع الأهلي بالشمس. إن شاء الله الأهلي محتاج الفوز ليفوز باللقب إن شاء الله، وزي ما بنقول يعني وذكرته في البداية النهاردة يوم التتويج، سواء إن شاء الله كرة القدم يتوج مجهود الفريق بالحصول على لقب السنة والأربعين، كذلك تتويج فريق الطايرة النهاردة بإذن الله، وإن شاء الله تبقى أولى خطوات فريق أنسات السلة للفوز بدوري المحترفين لكرة السلة. دي كانت معظم الأجواء عندنا هنا في الجزيرة، كلمة ليك يا كريم.